تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. الفيديو ده نازل بطريقه بريمير اللي عاملها جديده اليوتيوب، يعني وقت ما بيتذاع بيبقى عندك فرصه كمتابع او كمشاهد ان انت تعمل تعقيب على الجانب من الفيديو ويرد عليك احد المتابعين او احد المشاهدين الاخرين، وبكده يحصل نوع من الحوار اونلاين اثناء ما الفيديو بيكون شغال ما بين المتابعين والمشاهدين وبعض. واشكركم جزيلا على وجودكم معايا. الرد على اسئله اللي جت في قسم الاستفسار بخصوص فيروس الايدز HIV، مجموعة أسئلة جت هنجاوب على الأسئلة اللي جت خلال هذا اليوم تحت هذا الموضوع. في هنا واحد اسمه إسماعيل، أول سؤال: السلام عليكم دكتور هلال، استعمل الحلاق شفرة جديدة لكن كان أثار رغوة أو صابون الحلاقة من شخص آخر على شفرة الحلاق، عندما لمسها الحلاق بيديه واستعملها في وجهي ورأسي ولم يجرحني، مجرد احمرار في الجلد أو بعض الخدوشات دون وجود دم سوى احمرار او التهيج الجلد، هل ينتقل الفيروس بهذه الطريقة؟ طبعا اخونا لو كان شاف الفيديوهات كان عارف ان ما بيتنقلش، لكن اهو بقى ايه بيسأل تاني. على كل حال هو ما بيتنقلش يا اسماعيل بهذه الطريقة، لازم عشان يتنقل يجي دم من المصاب طازج خلال ثواني او دقايق الى يصل الى دم الشخص السليم، بهذه الطريقة مش ممكن يتنقل ابدا. استاذ ابو من الناس اللي بتسأل كتير او بتعيد نفس السؤال، زار جاوبني سألني قبل كده وقلت له انت سليم وما تحتاجش اي حاجة لانه سألني يجي 100 مرة، معلش. ما هو دايما الانسان اللي عنده وسواس او عنده قلق فبيقول ايه، يعني انا سليم ولا احتاج ان اكرر اي تحاليل لا بعد 6 شهور او اي فترة اخرى وانسى الموضوع نهائيا. نعم يا استاذ ابو، انسى الموضوع نهائيا. هو قصته ان هو عمل مراته عملت تاتو باين او هو حسب ما اذكر، وعنده وسواس ان يكون اتعدم من التاتو، فقلت له لا مفيش حاجة. وبعدين عمل التحاليل كذا مرة من ضمنها تحاليل تقريبا عند 89 يوم، فهو قلقان انه ما عملش تحاليل بعد 90 يوم، فبقول له لا، احتمالات العدوى اساسا ضعيفة والتحاليل بتاعتك سليمة فامورك طيبة ان شاء الله. ونعيد تاني نقول الناس اللي هي بنخاف عليها وتكرر التحاليل، اللي هم الممرضة او الدكتور اللي بيدي ابرة لمريض مصاب بالايدز ويروح شاكك نفسه في، يعني ايه، نفس اللحظة بيطلع الابرة من دراع المريض المصاب بالايدز وبالصدفة يروح شاكك نفسه، ده اللي ممكن نقول عليه دكتور او ممرضة او اي واحد بيشتغل في المجال الصحي. برضو الناس اللي على خطورة اللي هم مين بقى، المدمنين بيبقوا قاعدين 6-7 واللي بيدي الدواء المخدر او المخدرات ديت بيديها بيبقى حقنها كلها في سرنجة واحدة وبيدي ده ملي وده ملي وده ملي من نفس السرنجة، فده احتمال برضو قوي، وهكذا يعني ديت الايه العدوى الشديدة. وانا كنت رديت على ابو وقلت له، وده الرد بتاعي، هو كان سؤاله انا عملت وشم وكانت الابرة جديدة، الابرة جديدة امال انت قال ليه، ولكن غير متأكد من الحبر، الحبر عمره ما بينقل الايدز ولا اي سائل، او الجهاز برضو جهاز ما بينقلش الفيروس ابدا. جاوبت له قال بيقول يعتبر، هل دي تعتبر من الممارسات الخطر، يعني تعرض خطر تعرض للعدوى قوي؟ فرديت عليه قلت له لا، وطبعا قلت له لو انا بمكانك، هو عمل تحاليل 89 يوم بعد 89 يوم، قلت له انا لو بمكانك ما كنت عملت اي تحليل ولا اهتميت بالموضوع ده اساسا. بشرة هنا، بشرة بيسأل ويقول انا تعرضت الابرة مستعملة، كانت الفترة بيني وبين من استعملها قبلي حوالي 2.5 ساعة، برضو ديت لا تنقل العدوى، لان لو قلنا زي بتوع المخدرات بتبقى الفترة ما تزيدش عن دقيقة 2، بيقول لك. وبعدين هو في حد بيستخدم ابرة مستعملة الايام دي يا اخوانا؟ احنا بنقول بتوع المخدرات لان دماغهم بتبقى مضروبة، واللي بيدوم مخدرات اساسا ما عندوش لا ضمير ولا انسانية يعني. المهم وعملت تحليل، ومع ذلك اخونا ده عمل تحليل بعد 33 يوم كومبو قلنا اللي هو الجيل الرابع، هل اعتبر المدة كافية؟ نعم اعتبرها كافية، وانسى الموضوع يا استاذي، انت وضعك سليم 100%. يا ريت يا اخواننا تعلقوا على حكاية الاسئلة بخصوص الابر المستخدمة، هل صحيح في حاليا
ناس ممكن تستخدم إبرة مستخدمة كذا مرة، ولا ده كلام بس من خيال اللي بيسأل؟ لأن أنا هنا مثلا عايش في الفلبين، دولة فقيرة ويعني حالها حال، لكن مستحيل مستحيل هذا الموضوع إنه يحصل، إن واحد ممرض أو دكتور يستخدم أو أيا كان يستخدم إبرة مستخدمة. فياريت تعلقوا وتقولوا لنا إيه رأيكم. نفس بشرة برضو بيسأل، بيقول هل تحليل الكومبو بعد 33 يوم قطعي؟ انتوا هتلاقي الأسئلة دي متكررة جد كتير جدا تقريبا، يعني يبدو انها ايه هتتكرر برضو الشهر الجاي والسنة الجاية كل يوم. قلنا قطعي لو انت مش من الفئة ذات الخطورة، اللي هم بيشتغلوا في المجال الصحي او اللي بيتعاطوا مخدرات او اللي عنده شريك حياته مصاب بالإيدز. التلاتة دول أمثلة للناس اللي هي التعرض عندهم عالي الخطورة. عندك رامي بيسأل وبيقول مرحبا، دايما يركزون على شفرة الحلاقة لنقل الإيدز، لكن هل ماكينات الكهربائية تنقل أم لا؟ إذا كانت شفرة الحلاقة ما بتنقلش، يبقى ماكينة الحلاقة هتنقل، ماكينة الحلاقة أهون. وإذا كان عليها دم واستعملتها بعد 10 دقايق تنقل؟ لا برضو ما تنقلش. وبرضو أسئلة شوية والله، أنا يعني يلا أسئلة غريبة، يعني واحد عنده مكنة حلاقة هيبقى عليها دم ويستخدمها، هي ممكن ما تنقلش الإيد بس ممكن تنقل أمراض أخرى. يعني إحنا كلامنا خلوا بالكو، إحنا بنتكلم على فيروس الإيدز ما بيتنقلش بالطرق دي، لكن في أمراض أخرى كتيرة ممكن تتنقل، أمراض بكتيرية، أمراض طفيلية، كل الأمراض دي ممكن تتنقل. عرض المزيد من التعليقات. قصتي حزينة، ده شاب قصة بتاعته زي ما مكتوب كده، بيقول ان هو عمري 17 سنة وبشتغل في مقهى. ياريت تسمعوا القصة ديت وتقروها كويس وتعقبوا بعديها وتقولوا رأيك في القصة دي. قصة مضمونها اغتصاب شاب عمره 17 سنة، غريبة شوية يعني، وفي مقهى، فقروها خليكم معايا. وبشتغل في مقهى، وفي يوم من الأيام وأثناء ما كنت لوحدي جاني شاب بعمره كده حوالي 30، وجلس، وعند تقديم الخدمات له، لما قدم الخدمات قام بأخذي إليه بقوة وأخذني بحضنه وأخذ يقبلني. إيه ده؟ يعني هو شاب عنده 17 سنة قد بيشتغل في قهوة، جي واحد عنده 30 سنة طلب طلبات، جي قدم له الطلبات راح ماسكه وحضنه وقعد يبوس فيه. يلا يمكن مجنون ولا شذوذ بقى في القهوة، هو مفيش زبائن غيرك ولا ايه غيره؟ المهم واستغل ضعفي، 17 سنة وشاب وضعيف، ماشي يمكن جسمك بقى ضعيف او مريض او اي حاجة، واستغل ضعفي وخوفي. طب خوفي من ايه؟ المهم وقام بالجماع معي من الدبر، وكنت اتألم حتى خرج مني دم كثير، وبعد كده لازم هو بالفرار. وبيكمل القصة بقى، عملت شكوى ضده وتمكنت الشرطة من القبض عليه عندها، اعترف بجريمته أيضا. وهنا المشكلة، اعترف بأنه مصاب بالإيدز. فيا دكتور أريد قتل نفسي من شدة الخوف. والله لو قصتك حقيقة تقتل نفسك ليه؟ أنت ضحية. كيف لي أن أتأكد من سلامتي وكل ظروف الإصابة كانت متاحة؟ الجماع من مع مصاب، وإما قصة حقيقية يوم هو شاف الفيديوهات وجمع المخاطرة، عوامل المخاطرة وجمعها في القصة دي. المهم نعتبر أن القصة صحيحة، متاحة يعني الجماع، بيقول كل الخطورة موجودة، الجماع مع مصاب ومن الخلف ومن الدبر اللي هي أكثر الأمور نسبة لتعرض الإصابة، وخروج دم وفي دم كمان مع الجماع. انا عملت تحليل، بقيت القصه بقى بيقول انا عملت تحليل اجسام مضاده، التحليل العادي بعد 7 شهور، 7 شهور التحليل العادي المضاد، وكانت النتيجه سلبيه. سؤاله بقى بيقول فهل ال7 شهور كافيه للتحليل العادي للظروف اللي انا شرحتها؟ طبعا 7 شهور دي فتره كبيره جدا، احنا بنقول 3 شهور ولو تعرض شديد خطر ممكن الواحد يعيد مثلا بعد 6 شهور كده، فدي 7 شهور كمية فترة طويلة جدا جدا، لازم التحليل يكون بان لو في اي حاجة، بالرغم ان الجماع كان في الدبر وبالرغم انه كان في دم
وكل هذه الأمور. فنقول له لأ مفيش احتمالات إصابة. أنت طبعا زي ما احنا قلنا كده في فيديو قبل كده إن اللي بيعاشر شخص مصاب بالإيدز وكان المعاشرة طبعا رجل رجالة مع بعض فدي أكثر حاجة بتنقل العدوى، بس ما بتبقاش 100%. الدراسة بتقول إن حوالي رقم مش فاكره بس هو في الحدود دي 135%، يعني 135 في الألف، يعني نقسم على 10 يبقى في المية 13 تقريبا في المية، 13.5%، يعني مش 100% 13%. فالولد ده عنده مصاب فكان احتمال الإصابة 13%. جيت أنت عملت تحليل بعد 7 شهور، يعني هي قصة طبعا مش عارف، واحد عنده 17 سنة واعتدي عليه بهذه الصورة في مقهى، يا عم كنت يعني انت مش بتقدم له شاي الطلب بتاعه ده والشاي سخن، كنت استعبط وامسك كوباية الشاي السخنة دي وادلقها على العضو بتاعه وخليه يجري عريان ملط في الشارع، يعني من الحرقان بتاع الشاي المغلي. بس اهو بقى يلا، كل واحد او كل حاجة ليها ظروف، ربنا المستعان. اخونا ابو قلت لكم بيسأل كتير، او الاخ ابو انت طبعا مشرفنا وانا جاوبتك على كل اسئلتك، وانت اسئلتك تقريبا بتدور حوالين نفس النقطة وهي العدوى من الايدز. منعم بيقول ايه بقى منعم؟ السلام عليكم دكتور، لاحظت على صديقي في العمل بعض اثار الدم، يعني صاحبه عليه اثار دم في ايديه، يمكن كان دابح فرخة ولا حاجة، وسلمت عليه وصافحته بيدي، هل ينتقل الايدز؟ ده السؤال، هل ينتقل الايدز؟ الإجابة لا. ده قبل ما يكمل، ده لم تكن في يدي أي جروح. طبعا ما احنا ده في واحد عامل فيديو دكتور بيقول لك لو انت كوباية مليانة دم وفيها فيروس الإيدز وشربتها أو غسلت فيها إيدك ما تتعديش، وكلامه صح. فيعني انت سلمت على واحد وإيده مجروحة، هل هو عنده إيدز؟ احتمال ضعيف. نفترض عنده إيدز، برضو ما تتنقلش الإيدز أو الفيروس ما يتنقلش بهذه الطريقة. الأستاذ ملعم. في واحد تاني اسمه الأستاذ أحمد، في ناس بصراحة بنسى يعني بتفوت عليا إن أنا أجاوبهم، عشان كده بعمل التسجيل لأن الإجابة بالتسجيل أسهل عليا. بيقول إيه أحمد بقى دوت؟ بيقول كان لي علاقة جنسية من 3 شهور، من 3 شهور كان عنده علاقة جنسية وكنت مستخدم واقي، لكن بعد أسبوعين جاني حمى. يعني مستخدم واقي وعلاقة جنسية فمفيش مشكلة أبدا، هي مشكلته بقى يمكن جاني حمى خفيفة وألم في الحل والرقبة وبعض الأعراض. عملت فحص الإليزا، عمل فحص اللي هو الأنتي بودي المضاد بعد 100 يوم، يعني 3 شهور من العلاقة، والنتيجة سلبية، والنتيجة سلبية الحمد لله، لكن بعد هذه الفترة نفس الأعراض رجعت تاني، هل أحتاج إلى عادة تحليل تاني بعد 3 شهور تاني؟ أرجو الرد. لا، ما تحتاج إعادة تحاليل أساسا، وإنت كنت مستخدم الواقي يعني أساسا ما كنتش تعمل تحليل طالما استخدمت الواقي والواقي كان سليم. واحد تاني بيقول الوسواس قتلني، هل من الممكن بعد تطور الحالة إلى مرض الإيدز بعد هذه السنة الواحدة ويبقى تحليل الأجسام المضادة سلبي ولا يكشف؟ لا، المضاد السلب الأجسام المضادة دي بتنها موجودة، يعني يقصد بعد ما الواحد يتعرض للفيروس نفترض مر عليه سنة، هل بعد السنة المضادات دي مش موجودة؟ لا، بتبقى موجودة. ديت بقى الردود بتاعتي على بعض الناس، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.